والصبر لسه ساكن يا وين السكان يوعد بفرحتي واستنى بضحكتي زي الورده ما تبقى مستنيه الندى وتغيب وتفتكر وتجيلي وتعتذر فين القلب اللي يقدر يستحمل كل ده لكن ارجع تاني اقولك ريحني قبل ما اخليك عشان المركب تقدر تمشي بيها وبيه انا برجع تاني اقولك ريحني الله يهديك ارجع تاني اقولك ريحني الله يهديك وارجع تاني اقولك ريحني الله يخليك عشان المركب افضل حايل فيك وما تخليش الدنيا تلعب بيا يومي خلي شويه عليا وخلي شويه عليك خلي شويه عليك خلي شويه عليك خلي شويه عليا وشويه عليك خلي شوية عندنا. طب بقول لحضرتك انا اعتقد ان معظم الناس كان يهمهم او كان يساعدهم فعلا ان يكون العمل ده مشترك بينك وبين عبد الحليم حافظ. دقوا الشماسي فيها. انا ارد على الحاجتين. انا كنت ببعد عن عبد الحليم عشان زي ما قلت لحضرتك كده الملحنين الخصوصيين بتوعه ومانيش عايز حد يدي عليه زي ما كان. اما بخصوص الاغاني الشبابيه والجلابيه والمهلبيه والحاجات دي كلنا قلنا يمكن زي النظام الدولي الجديد هيسفر ده عن شيء. وبعدين كلنا ما عرفناش ان دي كانت الالحان اللي من هذا النوع كانت مقدمه لوقوع الزلزال في مصر. هذا الضجيج وهذا التوتر والالحان اللي يعني ما انزل الله بها من سلطان. مفيش اصوات مفيش اصوات. اصل هي الحكايه دلوقتي اللي بيغني ده لازم يكون صوته حلو. طيب اللي صوته حلو يبقى غير الصوت العادي. اذا كنا هنعمل للناس العاديين الحان يبقى بقى الجواله مثلا لو هم رايحين رحله الحان تملكها الناس يعني. بس ما تبقاش طرب. المغني مغني. المغني يعني مغني لازم يكون صوته حلو. دي ناس مؤديه يا فندم. ادي ادي كده زي عبد المطلب كده ومحمد قنديل والحاجات الحلوه دي ووديع الصافي يعني كده دي اصوات. ده اسمه غنى. انما حكايه اللي بنسمعه ده دلوقتي ما اعتقدش ان نقدرش اسميه غنى. ده كان اسماعيل ياسين كان يطرب وشكوكو كان بيطرب عنه. انما تقول يعني اتقي الشر من لحنت الي. مين من مطربي الدول العربيه حضرتك بتستمع اليه؟ انا مثلا لحنت لفهد ملان وعبد الهادي بن خياط وفي من البحرين لحنت احمد الجميري وفي من يعني كتير والله ما انا ما خليتش حد ما لحنتهوش. طب ايه رايك في موسيقى الراي الجزائريه؟ اللي هي بيقولها الشاب خالد. الشاب خالد والله انا يعني اشوف انه افضل من الاغاني اللي هم بيقولوها دلوقتي الشبابيه دي والبتاع. اللي بيغني الاغاني دي ولطيف فيها كمان محمد منير وراغب علامه. مغرم يا ليل يا ليلي مغرم. تطورت في هذه الفتره والله يا ست الكل. الاغنيه الاغنيه الخليجيه انا حتى قلت هناك الكلام ده الارتام بدات تختفي. ليه يجي هنا يسجل لان مصر طبعا اهم شيء بييجوا يسجلوا هنا في عازفين كويسين. ايوه. ولما يجي يقول حاجه اسمها الصوت الريتم بتاعه اللي طم 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 الحاجات بتاعتهم الحلوه دي يجيبوا المرواس بتاعهم ويمسكوا الايقاعات ويقولوا لهم ايه؟ يا عم ده ينفع ربا وهسمعه لك وهيعجبك. ويروحوا عاملينه له ربا وتلمع كل الواحده الارتام ممكن تتوحد. طب ناخد نموذج على العود كده. لا انا ما اقدرش اقول لك نموذج للعود
لان هم مساله معروفه، هم دلوقتي كل الالحان اللي بيقولوها بقت اقرب الى الهندي شويه. وهتختفي الارتام الخليجيه شويه. يعني انا اوصيهم بالحفاظ احسن الموجة اللي تاخدهم. لحن مصري او عربي كنت اتمنى انك تكون صاحبه؟ قوي في كتير. اي الالحان؟ الاطلال. تتمنى قوي ان انا اللي اكون عامله. ليه؟ من الحاجات الشامخات الحلوه الجميله، وام كلثوم بتاديها حلوه، ورياض عنده يعني منتهى الجمال. لو حبيت تختار حقبة معينة من الزمن تعيش فيها، هل كنت تختار عصر قديم أم عصر أم كلثوم؟ لا، هو عصر أم كلثوم أنا بعتبره من العصور الطيبة اللي كانت الناس تسأل على بعضها والتراحم. وبعدها دلوقتي الدنيا اتغيرت فعلا، وبعدين التغيير بيبقى سريع، معرفش ليه تغيير سريع جدا. اللي كل واحد دلوقتي قافل شقته عليها على نفسه وما يسألش عن التاني، كل واحد مشغول بنفسه، والحاجات الطيبة دي اختفت، بدأت تختفي يعني مع الأسف. بداية السهرة عن يا مسهرني، وما سمعناش منك يا مسهرني. لا أقول لكم والله منها يعني قدر ما أستطيع. في قلبي